معنا الآن من أثينا الكاتب والباحث السياسي عبد الستار بركات، أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. الآن بعد إجراء أول جولة محادثات جديدة الآن بعد هذه الأزمة، كان في تصريحات من الناتو أن هذه المباحثات كانت إيجابية. حتى في البداية، هل هي مباحثات من أجل منع التصعيد أم هي مباحثات من أجل حل الخلاف السياسي على ترسيم الحدود؟ نعم، مساء الخير. لابد أن نفصل بين المحادثات التي حدثت فيها الناتو لمدة 5 لقاءات بين عسكريين يونانيين وعسكريين أتراك بإشراف الناتو لخفض التوتر والتوصل إلى حل. وبناء على ذلك تم التوصل إلى حل اليوم بأنه يعني سوف تكون هناك مفاوضات بين الجانبين، مفاوضات مباشرة هي استكمالا للمفاوضات التي كانت تجري في قبل 2016، حيث كان آخر لقاء في 2016 اللقاء 60. الآن اللقاء 61 سوف يعلن عنه خلال أيام قليلة. هو يعني يتحدث عن المناطق البحرية بين البلدين، وطبعا بيشارك في هذه المناقشات يعني تقنيين ودبلوماسيين وخبراء من كلا البلدين، وكانت تحدث مرة في اليونان ومرة في تركيا. تم الاتفاق حاليا على أن هذه المحادثات سوف يتم استئنافها وسوف تحدث في إسطنبول خلال أيام قليلة. يعني الآن المفاوضات العسكرية بين العسكر في ظل الناتو اتفقت وتمخضت عن استئناف المفاوضات السياسية والتقنية التي كانت قد توقفت في 2016 من أجل ترسيم الحدود بين الطرفين. لكن هل هناك اتفاق على عسكري مثلا على عدم دخول مناطق أو التنقيب؟ هل تم التعهد من تركيا أو من اليونان بعدم التنقيب في المناطق التي تسبب مشاكل مثلا؟ أعتقد أن المحادثات التي كانت بين العسكريين هي تحدثت عن عدم تحرك سفينة البحث وعدم عدم وجود تحرش عسكري بين الجانبين أو بحري في البحر بين الجانبين، ولكن المفاوضات التي سوف يتم التحدث عنها والتي سوف يتم استئنافها بمشاركة خبراء وفنيين وتقنيين ودبلوماسيين هي تتحدث عن الحدود البحرية والجرف القاري بين البلدين. ولكن هناك مخاوف عند بعض الخبراء أو بعض المراقبين هنا في اليونان تتحدث عن ربما تطرح تركيا ملفات أخرى على الطاولة، مثلا على سبيل المثال عمليات نزع السلاح من الجزر في بحر إيجا وفقا لاتفاقية لوزان عام 1923 كما تدعي تركيا، ولكن اليونان تقول أن هذا الأمر هو يعني هي جزر يونانية ولليونان لها حق السيادة على جميع أراضيها. طيب، هنا في نقطة اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي التي تم تأجيلها وكانت تهدد بفرض عقوبات على تركيا. هل هناك في اليونان من يعتقد بأن تركيا ربما تحاول شراء الوقت من أجل يعني أن تمر هذه القمة دون فرض عقوبات انتظارا لهذا الحوار التركي اليوناني، ومن ثم تعود تركيا إلى نفس ممارساتها بعد أن تكون قد ضيعت الفرصة على اليونان وقبرص في هذه القمة؟ المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس اليوم، وبالرغم أنه يعني رحب باستئناف المفاوضات بين البلدين، ولكن اعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على تركيا يعني أمر مفروغ منه وأمر محسوم، وقال أنه يعني سوف يتم تفعيل هذه العقوبات، ولكن لا نعرف متى سوف يتم تفعيلها على الأرض لأننا غير معتادين على الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك إجراءات عاجلة، ولكن يقول أن هذه سوف يتم تفعيلها على الأرض إن كانت تركيا سوف يعني تستمر في زيادة التصعيد أو تقوم بعمليات اختراق أو عمليات استفزازات جديدة. ولكن طالما كان هناك مفاوضات يعني تعتقد اليونان أنه عندما تكون مفاوضات لا يمكن أن يكون هناك سفن حربية أو بحرية سفن حربية تركية في المياه الإقليمية اليونانية. شكرا جزيلا لضيفنا من أثينا الكاتب والباحث السياسي عبد الستار بركات.